السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الكيك اللي تيجي زوين ولذيذ. يلا خليكم على المقادير. هنا البنات عندي هنايا واحد جوج خيزوات، هنايا عندي جوج خيزوات، هنا عندي الزبيب شديته وقطعته صغيور، عندي هنايا تفاحه كبيره، عندي هنايا هذا اللوز هو اللي غنديرو مع الزبده. دابا هو الاول غنديرو، ندير الزبده، ندهن الزبده مع المول وندير هذا. انا نوريكم الطريقه كيفاش دايره. عندي كاس العلبه ديال الزيت، كاس العلبه ديال السكر سنيده، وكاس العلبه ديال الليمون، عصرت الليمون ودرته، وعندي جوج كيسان ديال لافاغي هنايا، وعندي خماره، جوج خمارات اللي غندير، ولافاني هما جوج خمارات، واحد لافاني، وزبيده باش غندهن المول. يلا خليكم معايا نوريكم الطريقه كيفاش دايره. هنا البنات غندهن المول هو الاول، هنا البنات غندهن المول هو الاول بهاد الزبده بحال هكا، غنخلي فيها شويه ديال الزبده هكايا بحال هكا، عيت تتمعكوها وتتخليوها هكايا بحال هكا، تكون الزبده لينه، تكون دابا شويه هنايا قاصحه كانت في الثلاجه. يلا كي تن ندهنها مزيان تكون عامره الدهن ديال الزبده. هنا البنات هانتوما راه دهنتها، ولكن ضروري ديروا الشيتة هكا تقعد الدهن هكا بحال هكا. الجناب هنايا، هنا ضروري حيت غندير اللوز هنايا، اللوز بلا ما تقليوه حيت غيتقلى في الفران. صافي دابا غندير هذا، غنخوي اللوز، غادي نوريكم غنخوي هنايا اللوز. غنبقى ندير ليه هكايا، نبقى ندير ليه هكا، ما يكونش مدقدق بزاف، يكون شويه مصين، شتيو؟ وهاد جنيب هاد سميتو تاهي تنعمرو. صافي البنات دابا غنبدا ندير هنايا، ندير البيض. هنا البنات عندي هنايا جوج بيضات هامايا، غندير معاهم الزيت، كاس زيت ديال العلبه، وهاديك المول اللي درت ديروه ضروري ديروه في الثلاجه في الفريكو تيبرد. صافي نديرو عيد هاد الطراب ديال الليد، صافي غنزيد عليه كاس العلبة ديال السكر سنيدة، ندير عليه لافاني، واحدة صافي نطربوه مزيان، غندير عليه كاس العلبة ديال الليمون، عصير الليمون. صافي نحركو، وعاد نبدا ندير في سميتو في السنيده، تانا سنيده في لافارين، الاول
وهاد الثاني نشوف دابا على حسب الخليط. ندير خميرة هذه الثانية، جوج خمارات البنات صافي، ونبقى نخلط. عندي كاس ونص، جوج كيسان البنات وواحد المعيلقة صافي، حيت غندير هاد خيزو وهذا التفاح والزبيب، ما خاصهاش تكون ثقيلة العجينة حتى غتزيد تقلها هذاك. تكون بحال هكايا هانتوماي. دابا غنبدا نخوي في خيزو الزبيب التفاح، نحيد هادي صافي، تنبدا نحرك ليه بهادي. صافي انا حركتها، دابا غنجبد المول من الفريك. صافي البنات دابا راه جبدته من الفريك وهوايا، دابا غنديرو صافي. دابا راه دايره الفران تيسخن صافي، انا ندخلها الفران ونرجع معكم. يلا خليكم معايا. وهذه هي الكيكه البنات اللي درت معكم، نوريكم ها هي، هي راه طابت وصلات. غادي نصيب الكاميرا هانتوما كيفاش تجي، شتيو تجي زوينه ولذيذه. انا نحل معاكم واحد الطريف ونوريكم كيفاش تجي البنات. نقطع معاكم واحد المورسو هانتوما البنات كيفاش تجي مع التفاح وخيزو، تجي لذيذه وزوينه البنات، وكاين فيها الزبيب تجي زوينه البنات. تنتمناكم البنات تجربوها وتشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، بارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم، وتابوناو البنات وتكتبوا لي واحد كومونتير زوين هكايا، وخليتكم على خير. بسلامه.